للمزيد من إلقاء الضوء حول هذه القمة ينضم إلينا الدكتور سعد الزغبي أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعد، بعد التحية، يعني خلال المؤتمر الصحفي للرئيس مع نظيره الصومالي أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي والحفاظ على أمن البحر الأحمر. لعل هذه القضية من القضايا البارزة التي تم مناقشتها خلال هذه القمة، أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر والصومال. أهلا وسهلا دكتور محمد، دكتور سعيد الزغبي. عفوا يا فندم. زي حضرتك. دعني دكتور محمد أن أنا أتكلم على آخر جملة قالها رئيس دولة الصومال حسن شيخ محمود: دعم من القلب. مصر تعطي دعم من القلب للصومال، وليست الصومال فقط دكتور محمد. مصر منذ أن تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في بداية 2019 وكان لها دعم للإخوة في جميع القارة الإفريقية، وده اللي بينادي عليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مؤتمر وفي كل محفل بيروحوا. يعني انا نقدر نقول ان فتح السيسي الدكتور محمد طلع حاجه جميله جدا احنا سمعناها في التقرير الاولاني في خلال الزياره، اسمها الدبلوماسيه الرئاسيه. الدبلوماسيه الرئاسيه ليست فقط في مصر ولكن ايضا في دول الجوار وفي الدول العربيه وفي الاتحاد الافريقي. السؤال اللي حضرتك بتساله ان دايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد ان امن واستقرار مصر ليس فقط من الداخل ولكن ايضا من الدول الجوار اللي حوالينها. ما دام انا ضمنت الامن والاستقرار في ليبيا، في السودان، في الصومال، في فلسطين، في الدول الجوار، هضمن الامن والاستقرار داخل مصر، وبالتالي يا دكتور هيبقى في تنميه اقتصاديه ومشاريع اقتصاديه وجذب للمستثمر الاجنبي. اذا كلمه السر في الموضوع هو الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب والتطرف الفكري، زي ما قال سياده الرئيس دلوقتي في المؤتمر مكافحه الارهاب والتطرف الفكري والتعليم وبناء التعليم، والتعليم اللي ركز عليه ايضا حسن شيخ محمود النهارده في لقائه في المؤتمر الصحفي، ويعني ادالها اكثر من دقيقه ان هو بيركز على التعليم ومساعده مصر من القلب في بناء حوالي اكثر من 6 مدارس حاليا في الصومال وفي مقدشة وفي جميع الاقاليم الصوماليه. ده ايمانا واعترافا من الحكومة الصومالية، وخاصة هنقول الدم الجديد بقى الحسن شيخ محمود، إن التعليم هو الذي يقضي على القضاء على الفكر والتطرف في الإرهاب منذ الصغر، علشان تبدأ تجيب نشأ جديد. النشأ دوت يفكر في إزاي يطور ويعمل تكنولوجيا جديدة في الصومال، والصومال غنية جدا جدا في التكنولوجيا، بس عايزة شوية دعاية إعلامية على التكنولوجيا اللي موجودة عندها. وفي هذا الإطار تحديدا يمكن للدولة المصرية أن تساعد الشعب الصومالي في إفاد البعثات الدراسية، في إنشاء المدارس، في تقديم وتدريب حتى الكوادر الصومالية، لأنه سيادة الرئيس في المؤتمر الصحفي أشار إلى هذه النقطة، أهمية تدريب الكوادر الصومالية في كافة المجالات، نقل الخبرات المصرية. فكيف تقرأ مساهمة الدولة المصرية في هذا المجال تحديدا؟ دكتور محمد، أنا عايز أرجع لحضرتك لتغيير الخطاب السياسي عندنا في مصر منذ 3 أعوام، لما سيادة الرئيس السيسي كان دايما في عيد العمال يذكر حاجة مهمة جدا جدا، إحنا بنينا المصانع، مصانع الروبيكي ومدينة الأثاث والمصانع الكبيرة جدا اللي موجودة عندنا في مصر، بس أهم حاجة من بناء هذه المصانع هي تدريب الكوادر البشرية. تدريب الكوادر البشرية هي مهمة كبيرة جدا جدا وحاجة جميلة جدا وموجودة عندنا في التنمية المستدامة بالنسبة لجمهورية مصر العربية. إزاي أدرب الكوادر البشرية؟ إزاي الكادر البشري العامل الفني اللي موجود في المصنع ده يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة؟ ما إيه المشكلة إن أنا أجيب آلات فخمة وآلات حديثة تكنولوجيا لكن العامل غير مدرب؟ هذه الفكرة ليست فقط في مصر في فكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن أيضا إزاي أقدر إن أنا أنقلها أيضا إلى دول الجوار وخاصة الاتحاد الإفريقي؟ إزاي أدرب الكوادر البشرية الموجودة في دول إفريقيا على هذه التكنولوجيا؟ عند حضرتك على سبيل المثال، إحنا عملنا مشروعات طاقة ومياه
موجوده في الصومال، مصر اللي عملت، عملنا خلايا طاقه شمسيه. صحيح. والشبكات بتاعه الطاقه الشمسيه، وركبنا وحدات ديزل وبعض الاعمال الكهربائيه، كلفتنا من مصر 1.5 مليون جنيه في الصومال. وبرضه عملنا انشاء محطه شمسيه في مقديشو بتكلفه 4.5 مليون دولار، بتضر قدره 2 ميجا وات. كل دوت محتاج ان انا ادرب الكوادر البشريه. صحيح. اللي موجوده في الصومال علشان اقدر اتعامل مع هذه الخلايا الضوئيه وهذه الكابلات الكهربائيه وهذه محطات الديزل. كل دوت بنسعى دايما، وبتسعى الصومال في ظل وجود هذه الرئاسه الجديده حسن شيخ محمود ان هي تدرب هؤلاء الكوادر البشريه. هتدربهم فين دكتور محمد؟ اكيد في مصر، في صاحبه هذا المشروع. لما الناس دي تيجي مصر وتدرب، اعتقد ان هتبقى يعني مصر ترجع لريادتها مره اخرى في تدريب الكوادر والعناصر البشريه. اضف الى ذلك طبعا النواحي التعليميه. صحيح. لا ننسى ان مصر دكتور محمد علمت كل العالم العربي، كانت الاولى في تعليم دول الخليج، وايضا بتثبت جدارتها مره اخرى في تعليم ابناء دول الاتحاد الافريقي وخاصه منهم الصومال. إلى جانب المشروعات التنموية ومحطات الطاقة الشمسية كما أشرت دكتور سعيد، الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي أشار إلى تدشين فرع جديد لبنك مصر، وفكرة التعاون في قطاع البنوك فكرة جوهرية ومهمة لتسهيل حركة التجارة والتبادل الاقتصادي ما بين البلدين. وأكد الرئيس أنه تم فتح البنك المركزي الصومالي ومنح رخصة لتشغيل بنك مصر. دلالة فتح فرع من أهم البنوك الوطنية وهو بنك مصر في الصومال. شوف دكتور محمد، احنا عايزين نقولها كده واحده واحده. حجم الصادرات المصريه عندنا في الصومال، اكيد في حجم تبادل تجاري بيننا وبين الدولتين، بين مصر والصومال، وخاصه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي بينادي في كل المحافل الدوليه، وحضرتك اكيد تابعته، الساده المشاهدين تابعوا منتدى مصر صربيا، ان كان بينادي بتوطين الصناعه المصريه ليس في مصر فقط ولكن ايضا في الاتحاد الافريقي وفي دول افريقيا. وبالتالي هناك حجم تبادل تجاري بين مصر ودول افريقيا. تعال نشوف بين مصر والصومال، وصل تصدير حجم الصادرات المصريه للصومال 63.88 مليون دولار في 2021، عباره عن سلع غذائيه، مواد بناء، ادويه، او اللي هي الادويه للصومال. وطبعا احنا مصر بنستورد من الصومال طبعا اهم حاجه هي الماشيه واللحوم والثروه الحيوانيه من هناك. طبعا كل ده دكتور محمد لابد ان يكون هناك منظومه داخل دوله الصومال تدير كل هذه الحركات التجاريه. صح. وكل هذا التبادل التجاري وكل هذه البضائع اللي رايحه والتبادل التجاري اللي جاي والصادرات والواردات. وطبعا لا يوجد اعرف من هذا البنك، وليس فقط بنك مصر، ولكن ان شاء الله سوف نشاهد على الاعوام القادمه اكثر من بنك من البنوك التي تتبع البنك المصري المركزي يتم تدشينها في الصومال. اذا اهميه وجود هذا البنك، فعلا لابد ان يكون هناك بنك مصر وبنك مصري وطني موجود. صحيح. على الارض الصوماليه لمتابعه هذه الحركات في عمليه. صحيح. التبادل التجاري، وليس فقط دكتور محمد وجود هذه الكيان بنك مصر، ولكن ايضا لابد من وجود كوادر بشريه داخل البنك مدربه على هذه العمليات وعلى هذه العمليات المحاسبيه، وازاي ان انا اقدر اتعامل مع تكنولوجيا نقل الاموال بيننا وبين مصر. صحيح. سواء اذا كان الصومال ومصر او الصومال ودول الجوار. ولا ننسى وهذا ما تقوم به الدوله المصريه حتى من يعني دورات تدريبيه للمصرفيين الصوماليين داخل مصر لتدريبهم على تكنولوجيا كما ذكرت سيادتك، نقل الاموال وغيرها. يعني في ختام كلمه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في المؤتمر الصحفي، قال نحن نمتن لمصر ولاسهامها في اعاده بناء الصومال. إلى أي مدى ذلك يمكن أن يمثل فرصة يعني واعدة لرجال الأعمال المصريين، للمستثمرين، لشركات القطاع الخاص للاستثمار في الصومال؟ أرجع دكتور محمد وأقول لك إن إحنا بنرجع برضو المفهوم زي ما إحنا قلنا حاجة اسمها الرئاسة الدبلوماسية. إحنا عندنا هنا الرئيس المسوق.
احنا فعلا بتطلع مصطلحات في خلال الاربع سنين دي احنا بنسمعها لاول مره. الرئيس المسوق، احنا لاول مره نشوف رئيس عندنا في الدوله بيسوق لمصر، بيسوق للبنى التحتيه اللي موجوده عندنا، بيسوق للمستثمرين، بيسوق ايضا للقطاع الخاص اللي موجود عندنا في مصر. عندنا في كل المحافل وفي كل الجولات المكوكيه اللي زارها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا كلها تسويق ودعم للبنى التحتية وللشراكة المصرية لأي دولة سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الاتحاد الإفريقي. وده اللي احنا شفناه دلوقتي في هذا المؤتمر، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو المستثمرين المصريين أيضا، وهنا برضو بتبان مفهوم الرئيس المسوق إن هو يبدأ يسوق لهؤلاء المستثمرين والمشاريع الاقتصادية عندنا في مصر. تخيل معايا حضرتك لما المشاريع الاقتصادية هتروح الصومال وهنبدأ نعمل مشاريع اقتصادية، أكيد هذه المشاريع الاقتصادية هناخد من عندنا هنا برضو قوة عاملة، قوة بشرية تدير هذه المشاريع حتى لو هنقول في البداية، ومن ثم هذه المشاريع أيضا هتضر عائد أو هتجيب عائد اقتصادي عندنا لجمهورية مصر العربية، وهيكون في مجالات الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، وهي تحقيق مصالح متبادلة ما بين مصر والصومال على كافة الأصعدة. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافية وهذا التحليل، دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية.